يجب إدخال كلمة المنسق في سطر البحث على أب ستور وعلى جوجل بلاي ثم البحث عنها. يجب الضغط على القائمة. يجب الضغط على التسجيل. يجب إدخال أحد التفاصيل الثلاثة التالية. يمكن دخول المنطقة الشخصية على أب ستور أو جوجل بلاي لمشاهدة عنوان البريد الإلكتروني الشخصي. يجب الاطلاع على شروط الاستخدام ثم الموافقة عليها. نتمنى لكم الاستخدام الممتع للتطبيق.